فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ما الراجح في وقتها؟ محل خلاف بين العلماء. ذكر الحافظ بن رجب ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أكثر من 20 قولا فيها، أرجحها والله أعلم ما اختاره الإمام أحمد، أنها آخر النهار، آخر النهار قبيل غروب الشمس، هذا قول. والقول الثاني أيضا أنها من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. نعم.